ذكرت المنتجة مها سليم أن معدلات تصوير مسلسل والدة باشا تتم بصورة جيدة جدا، والعمل هيلحق العرض في رمضان القادم. ونفت ما تردد عن بحثها عن منتج يشاركها إنتاج العمل اللي بتدور أحداثه حول امرأة بسيطة بتتعرض زوجها للقتل أمام عينها، فتضطر لتحمل مسؤولية أبنائها الأربعة وبيشاركها المسؤولية الابن الأكبر. وهتصاعد الأحداث عندما يتم اتهامه في جريمة قتل، وتحاول والدته وأشقائه الثلاثة إثبات براءته. المسلسل بطولة سوسن بدر وصلاح عبد الله وآيتن عامر ومي سليم وعبير صبري وإناس عز الدين، وهو من تأليف محمد أشرف والإخراج لشيرين عادل. عارفة تحية، على قد البهدلة اللي بشوفها في المشوار ده لما باجي، بس ببقى مش عايزة أرجع. كل ما أجي داخلة الحارة ألاقي نفسي مخنوقة وقلبي مقبوض. أنا مش هشوف الفنجان ده. ليه بس يا مشو؟ بصوا النكس يا سيدي. إذا كانت هي اللي مسرحاهم بمزاجها، مين هيقف قصادها؟ حلال فيهم الموت. هتموتوها يا ولاد الكلب، هتموتوها يا ولاد الكلب.